السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهارده ان شاء الله كلامنا باذن الله هيكون عن ليه لما بدي الطيور عندي ادويه ليه ما بلاقيش نتيجه 100% منه، او برضو بلاقي ان الطائر لسه عندي تعبان. وهنتكلم بقى في ايه الاسباب اللي بتخلي عندي الدواء ما بيجيبش نتيجه، وهعمل ايه مع الطائر المريض، يعني ايه الجو اللي ممكن اهيئه له علشان الطائر ده ينجو من المرض اللي هو فيه على خير. اذا كان يهم حضراتكم كلامي النهاردة وفيديو النهاردة ان شاء الله يعجبكم. اتمنى كده بعد ما نشوف الفيديو مع بعض، يعني لو عجبكم نعمل لايك بسرعة للفيديو ونعمل شير. انتوا برضو بقيتوا بتنسوا حكاية الشير. الشير يا جماعة يعني معناها ان انتوا لما بتاخدوا المعلومة ان انتوا بتشيروها لحد من معارفكم او قرايبكم او ايا كان، فزي ما حضراتكم استفدتم فغيركم بيستفيد، فبرضو بكده المعلومة بتوصل لاكبر قدر من الهواة. وفي نفس الوقت اللايك برضو بترفع الفيديو شوية علشان برضو اكتر كم، واليوتيوب اصلا يرفعه ويبقى مشاهد يعني مساحة واسعة من الهواة. وبرضو ما ننساش اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس ان شاء الله عشان توصل لكم الاشعارات، لان في برضو كتير بيقولولي الاشعارات بالفيديوهات الجديدة ما بتنزلش، ففعلوا زر الجرس. يلا بينا بقى عشان ما نطولش مع بعض في الكلام، ندخل على فيديو النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم كده في المقدمة ان النهاردة كده مثلا انا لو لقيت طائر زي اللي قدام حضراتكم كده كاشش بالشكل دوت وشكله تعبان، وطبعا حضراتكم عارفين ان الجو برضو ابتدى يتغير، حتى كمان ممكن يعيا عيا زي ده في الصيف، ولكن الحالات دي بتكتر شوية في اليومين اللي احنا فيهم دول. فدايما اقول لكم خلي بالكم من طيوركم وحاولوا تدفوا الطائر بتاعكم كويس جدا. ليه بقى بقول الكلام ده؟ لان تدفئة الطائر تقريبا عليها نسبة 70% من نسبة علاجه. مش تخيلوا بقى تدفئته 70% من علاجه. تاني حاجة اللي بيساعد في علاجه ان انتوا تحطوا الطائر، تعزلوا الطائر في مكان لوحده، في مكان لوحده بعيد عن مجموعة الطيور اللي هو متواجد معاه، علشان العدوى ما تنتشرش لباقي الطيور. تالت حاجه برضو عايزه اقول له حضراتكم عليها، ان هو مفروض الاصح يعني ان احنا نعزل الطائر في قفص ما يكونش كبير. ليه؟ لان انا مش عايزه الطائر يبذل مجهود كتير عشان يوصل للاكل او للشرب او ما شابه. خلوه في قفص محكوم بس ما يكونش ضيق قوي، بس يعني حاولوا زي كده اللي قدام حضراتكم بحيث ان كل حاجه تبقى متوفره قدام. رابع حاجة عايزة اقولها لحضراتكم ان احنا المفروض ان احنا في اول يوم علاج ان الطائر عندي بيبقى تعبان ما بيقدرش ان هو يروح للاكل او للشرب، فاحنا كل اللي علينا ان احنا بنحاول ان نديله اول جرعة من العلاج لازم نديها له مباشرة في الفم. ليه؟ علشان اضمن ان على طول الشغل بتاع المضاد او العلاج ابتدى يشتغل معاه من اول جرعه، لان هو بالعقل كده هو تعبان فمش هيقدر يروح ولا يشرب لوحده ولا ياكل لوحده. فانا كنت بسمع يعني ناس كتيره قوي يقولوا طب انا اقلل الاكل في فتره مرض الطائر. لا حضراتكم، يعني هل هو مفروض ان حد تعبان كبني ادمين هل احنا بنمنع عنه الاكل؟ اكيد لا، ولكن احنا بنخفف عنه بعض الاكلات اللي ممكن تضره، لكن الاساسي ان هو ياخد اكل علشان يقدر يقاوم. الطائر عندنا نفس الحكاية، لازم اول يوم او يومين هو في الطبيعي تعبان مش هيقدر يروح للاكل خالص او ياكل، فلو نقدر ان احنا ناكل يدوي مفيش مشكلة ويفضل كده. اما اذا كان الطائر ممكن ياكل، بنلاقيه بياكل لسه شوية من اكله، فهسهله الموضوع بحيث ان انا احط له الاكل قريب منه ويكون الاكل طري شوية، بس مش خضروات، عشان الخضروات ممكن تعمل اسهال، ومثلا بدل ما هيبقى عنده برد بس هيدخل برد باسهال، وندخل في حاجات كتيرة ملهاش لازمة. برضو في طيور بقى احنا ما بناخدش بالنا منها ابدا، لما بتعيا مننا جامد واحنا مش واخدين بالنا وتبتدي تنزل على ارضية القفص وتبقى منع اكل ومنع شرب وكمان للأسف سيفت، فدي احنا كل اللي مفروض ان احنا نعمله ان احنا بنحاول نلحقها في اول يوم بحاجة، يعني ركزوا فيها معايا شوية. الحاجة دي يا اما تدوا يعني نص معلقة عسل أبيض في شوية مية وتحقنوا وتاخدوها بالسرنجة وتدوها في فم الطائر مباشرة، دي
بنسبة 90% هتخلي طقر يفوق معاكوا شوية. اللي يقدر ويعني، بس ركزوا في اللي هقوله، اللي يقدر يجيب ما عندوش عسل ويقدر يتحصل على جلوكوز، ما تستغربوش، جلوكوز بس تركيزه 5% مش أكتر ولا أقل، ده بيتجاب من أي صيدلية، تقدروا في الوقت ده برضو تدوه مباشرة من غير مية، تدوا شرطة واحدة منه في السرنجة للطائر مباشرة في بقه. سواء الجلوكوز سواء العسل هيفوق الطائر بنسبة كبيرة قوي قوي معاكم. ليه؟ لأن هيديله طاقة ويقدر يشغل الوظائف الحيوية اللي تكاد تكون يعني بتنتهي لو احنا ما اخدناش بالنا. ركزوا في نسبة الجلوكوز بالذات، ما تجيبوش اقل او اكتر من النسبة دي. في حاجة كمان برضو عايزة اقول لحضراتكم عليها، برضو بجانب التدفئة والاكل والكلام ده، لازم اتابع الطائر هل هو بياكل او ما بياكلش. انا قلت لحضراتكم ان اول يوم او يومين ممكن عادي ناكل احنا يدوي، وبرضو ندي الجلوكوز او العسل عادي. طب اذا ما لقيتهوش بقى بياكل، يبقى لازم ان انا هاكل اللي هو تأكيل يدوي، هنجيب اللي هو ال 21 او ال 21، او هنعمل خلطات التأكيل اليدوي، بس رجاء بلاش نستخدم فيها السريلاك، لان السريلاك هيأثر بالسلب مع الطائر في الفترة دي. ايا كان نوع السريلاك يعني حاولوا ان انتم ما تضيفوهوش على التأكيل اليدوي. الطائر اللي قدام حضراتكم ده يعني كان طائر والله، يعني ده كان جايلي كان تعبان جدا، وكانت حالته يعني مش عايزه اقول لكم، كان مسيف وكان خلاص يعني بينتهي وعينيه قفلت والكلام ده كله، ولكن بطريقة العزل دي وبطريقة الجلوكوز او بالعسل حقيقي فوقته قوي، وقدرت ان انا الحمد لله رب العالمين ان انا امشي معاه بعلاج بقى للبرد، والحمد لله رب العالمين. يعني ده تقريبا ده تاني يوم تالت يوم دي تقريبا، والحمد لله رب العالمين ابتدى هو ياكل والكلام ده كله. انا بس يمكن فاضل ان انا اغلف القفص بتاعه، بس انا يعني حقيقي عازلاه في اوضه كده لوحده، فالجو فيها حلو يعني شويه بس تجديد هوا وكده. الورقه البيضاء اللي محطوطه دي بتبقى اساس بالنسبه لي في تربيه الطيور، وخصوصا الطيور اللي كانت تعبانه، لان دي بتبين لي اعزكم الله البراز ولونه ايه، لان من الوان البراز ممكن نعرف مراحل المرض عند الطائر وصلت لايه، بيخف ما بيخفش، بتزيد او ما بتزيدش، في خلاص في لا قدر الله خمول في الكبد، في الكلام ده كله، الورقه دي بتبين لي الالوان البراز، وفي فيديوهات عندي في القناه تقدروا ترجعوا لها بتبين من لون البراز ايه حاله المرض اللي عند الطائر. برضو عايزه اقول لحضراتكم نحاول ان احنا نقرب المزقه، المزقه دي كانت امبارح كانت تحت عند الارضيه، كنت مقربها له قوي، دلوقتي لقيته فاق اهو، فرفعتها شويه عشان يبتدي بقى يتحرك شويه. بالنسبه للدواء او المزقه، انا بحط فيها كميه ميه صغيره قوي على قد كميه العلاج، والعلاج دايما بقول على ميه مقطره او ميه فلتر، ولكن بحط كمية المية على قد كمية العلاج. العلاج اللي عندي ده كان مفروض ان هو علاج للبرد، فانا علاج البرد ده كان يعني بياخد 2 سنتي كل يوم لمدة 5 ايام، فانا عشان اتأكد ان الطائر عندي بياخد العلاج مظبوط والمية بتاعت العلاج مش كتيرة وما بتتهدرش وبيشرب او ما بيشربش، فحط 2.5 سنتي او 3 للطائر وبيطلع قدامي بيشرب منها، وكده بيبقى انا اتاكدت ان هو خد الجرعات بتاعته. عايزه انبه حضراتكم برضو ان مقوله، ان بعيدها تاني، ان مقوله ان الطائر المريض ما تحطش قدامه اكل، لا ده غلط، وما تقللش قدامه الحبوب، بالعكس ده مريض فمحتاج حبوب براحته يعني انا عن نفسي الطائر ده حاطه له حبوب الطاقه مع الفلارس والبلكم، لان انا عايزه كل حبايه بياكلها تمده بحاجه معينه كانت ناقصه جسمه، او نتيجه التسييف اللي كان فيه او المرض اللي فيه ان هو ياخدها من الحبوب. فما تقللوش الحبوب قدام الطائر عندكم لو كان مريض او في علامات للمرض، ما نقللش ابدا الحبوب، ما نقللش من اكله حاجه، نحاول نقرب الاكل، كل الحاجه اللي احنا هنبعدها عنه هو اكل الخضار. الميه عادي انا بقسم فتره العلاج في اليوم على حسب العلاج اللي بياخده، علاج كل 6 ساعات كل 3 ساعات، بفصل بميه طول النهار، يعني لازم نتابع طيورنا، وزي ما قلت لحضراتكم لازم الطائر 90% او 70% من علاجه هو ان انت تدفي او انت تدفي الطائر ويبقى معزول. عايزه اقول لحضراتكم كمان ان المفروض ان القفص ده كان متعقم
قبل ما يتحط فيه الطائر بالفيركون اس، وبعد برضو الطائر ان شاء الله ما يطلع من العزل ده برضو هيتطهر المكان اللي كان فيه بالفيركون اس. برضو الفيركون اس برضو طهروا بيه اي حاجة عندكم في المكان، هتلاقوا ان المرض بامر الله بامر الله ما بيرجعش للطائر تاني، لان الفيركون اس مطهر قوي جدا، بيقضي على فيروسات ميكروبات على اي حاجة كانت موجودة نتيجة مرض الطيور اللي عندنا. اتمنى ان كلامي النهاردة ما يكونش تقيل على حضراتكم، واكون قدرت اوصل لحضراتكم فكرتي او نظرتي للموضوع ده، لان كتير كانوا بيقولوا ان الطائر لما بيتنفش مش عارفين نعمل ايه، بنأكله وما نأكلهوش، نعزله هنعمل ايه معاه، او العلاج ما بيجيبش نتيجة. دي اسباب كلها اللي كانت بتخلي العلاج ما بيجيبش نتيجة، عدم التدفئة، ان انتوا مش بتعزلوا الطائر، ان انتوا بتبعدوا عنه الاكل، ان انتوا مش بتهتموا بيه، كل ده ما بيجيبش نتيجة مع العلاج. العلاج لوحده مش كفاية، المتابعة اساسية طبعا، ولازم تبقى عيننا على طيورنا، نتابعها بتاكل ما بتاكلش، خست ما خستش، بتشرب ميتها ولا ما بتشربهاش، تفاعلها مع لو كانت مع مجموعة شكله ايه، كل ده كل دوت ما بيأديش معانا الا ان الطائر لا قدر الله يموت. ممكن الطيور كلها تمرض عادي جدا، ولكن انها تموت دي صعبة جدا. خلي بالكم على طيوركم، واتمنى ان انا ما اكونش طولت على حضراتكم، وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في كلام جديد في كلام في الهواية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.